تعليق سيادتك على مشاركة مصر في الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. شوف حضرتك، اولا خليني اخد الجزئيه بتاعت المصريين في الخارج. انا الحقيقه لما سالت انه الجماعه الكئيبه المنكوبه اللي اسمها جماعه الاخوان المتاسلمه، مساله لا تشغل البال لانه هذا اخر ما يملكوه. انما انا الحقيقه عايز انتهز هذه الفرصه اشكر مش المواطنين اللي موجودين في امريكا، انا عايز اشكر بصفه خاصه المواطنين المصريين الذين سافروا من القاهره وتحملوا عبء التذاكر وخلاف والنفقات فقط لكي يخرجوا، مش بس يرحبوا بالسيد الرئيس، انما تشعر وكان الشعب يريد ان يكون بجانب رئيسه ليحميه. احساس غريب، وانا اتصل بي عدد منهم لاستفسارات مختلفه. فانا الحقيقه مش عايز اشكرهم، هم بس بيعلمونا وبيعلموا العالم كله ماذا تعني ان تكون شعبا متحضرا. دي بس حبيت اعلق على الجزئيه دي. الجزئيه الخاصه بالمشاركه في الجمعيه الدوره 69 الجمعيه العامه، الحقيقه انها يعني استطيع ان يعني ان اسجل ان هذه الدوره سوف تكون احد اهم الدورات التاريخيه في تاريخ الامم المتحده. ليه؟ ليس لمجرد ان السيد الرئيس بيسافر هناك وخلافه، لا، لانها يعني حدوث الثوره و30 يونيو ما ابرزته افراز شعبي وافراز ديمقراطي وافراز لشخص الرئيس، وان يذهب هذا الرئيس الذي يعني دائرته الانتخابيه هي الشعب، هو رافض انه يبقى له حزب، فاختار ان يكون دائرة الانتخابية او قاعدة الانتخابية هي الشعب. مسألة بالغة الاهمية، لانه الشعب العالم الان بحكم مكانة مصر وبحكم ما حدث في مصر وهو شيء استثنائي في تاريخ الانسانية، يعني سواء في حجم الثورات او في عدد الثورات في سنوات قليلة، وايضا في انه منذ انتخاب الرئيس نجد انه في قوة سياسية واقتصادية دافعة مختلفة تماما. هناك عملية انجاز رغم الصعوبات الشديدة التي نراها ونتوقعها، الا انك ترى خط واضح للإصرار والإرادة في بيتعلق بإعادة بناء مصر، ليس فقط اقتصاديا ولكن ايضا اجتماعيا وديمقراطيا، وايضا من جانب من وجهه حقوق الانسان، وايضا من جانب العداله الاجتماعيه، وايضا الدور الاقليمي اللي احنا لينا سنين بنتكلم بنقول ان هناك تراجع في دور مصر الاقليمي. انا يعني غزه كانت اقرب مثال يعني نستطيع ان نذكره، ان الدور الاقليمي هو الذي يبحث عن بطل او يبحث عن 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 رائد، ولم لم ليس هناك اختيار الا مصر. كل ده النهاردة يذهب الرئيس السيسي لكي يقابل العالم كل من خلال الربع ساعة أو ما يزيد من التي سوف يقضيها أمام يلقي خطابه أمام في المنبر، سوف يلتقي بالعالم كل سواء محب أو كاره، كل الكل يريد أن يسمع أن يعرف أن يعلم وأن يفهم. ودي عشان كده ده يبين اهميه الخطاب، لانك انت في هذا الخطاب انت تقدم منتج معد جيدا مركز بشكل، لانك لا يجب ان تتخطى الوقت المخصص، ويحدد يستطيع من خلاله او تستطيع الوفود من خلاله ان تفرز وتميز ماذا تعني مصر الجديده، ما هي الأولويات، ما هي طريقة إدارة علاقات مصر الدولية، كيف سوف نتعامل مع قضايا التنمية في الداخل، كيف سوف نتعامل مع قضايا حقوق الإنسان. أنا أظن أنه قد يكون من المناسب تماما أن احنا نتكلم عن هذه القضية بقدر الإمكان، يعني نحن لا أحد يستطيع يدعي الكمال احترام حقوق الإنسان، ونحن نعترف أن لدينا هناك قصورا في حقوق الإنسان، ولكن ونحن نعلم أيضا أن حقوق الإنسان أصبحت مفهوم دولي،
مستقر. لكن المسألة نحن لا نريد تأكيد حقوق الإنسان لأن الآخرون يريدون ذلك، بل لأن حقوق الإنسان هي حق عزيز على كل إنسان مصري، وأن الطريق أمامنا واضح وإن كان طويلا. ثم ما قضية الإرهاب هتبقى قضية أساسية في أنه المسألة لم تعد تحتمل المزايدة أو الفصال. يعني نحن نحارب قضية إرهاب بكل المعايير، قضية ليست فقط إقليمية بل هي قضية عالمية، وبالتالي فإنه المسألة لا تحتمل لا معايير مزدوجة ولا التصنيف لأنواع إرهاب. الإرهاب في مصر يبقى إرهاب محلي، وخارج مصر يبقى إرهاب إقليمي. لا، نحن نتحدث عن قضية متفجرة بتحمل نوع جديد من الإرهاب، نوع ليس حتى الأفراد ليسوا بالضرورة ما درجنا عليه إن هم يعني فقراء أو وسطاء أو خريج معاهد دينية، بل بالعكس طبقات. بشكرك معالي السفير رؤوف سعيد مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لك يا فندم. أعود لضيوفي.